دكتور سامح. دكتور سامح مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازيك يا دكتور عمرو؟ اهلا بيك يا فندم، يعني اهلا وسهلا. الله يخليك. ما مدى صحة الخبر المنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي انه صدر قرار من السيد وزير الثقافة بإقالة حضرتك يا فندم؟ هو وزير الثقافة لا يملك إقالتي. اللي يملك إقالتي فقط رئيس الجمهورية وبحيثيات قانونية. لأن أنا في درجة وزير، والموضوع كله يعني زي ما حضرتك يعني متابع الـ 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 هذا العراك اللي يعني اللي بدأ وزير الثقافة بأنه اتهم الناس بالفساد. عارف مفيش حد في مصر ضد التطهير ومفيش حد في مصر مع الفساد، ولكن ان احنا عندنا اجهزة رقابية زي هيئة الرقابة الادارية وزي الجهاز المركزي للمحاسبات، وكل الاشياء موجودة فيما يسمى بغرفة الحفظ او الاضابير اللي فيها كل القرارات وفيها كل الاشياء المتعلقة باي مسؤول اذا شك في حاجة يحول للنائب العام ويتحمل مسؤولية ده، لان فيها شكل من اشكال التشهير بالناس. لكن وفي نفس اللحظة احنا مع تغيير الدماء في الوزارة، ما حدش عايز يعني يقعد على كرسي، ولكن كان على هذا الوزير انه يقعد مع الناس ويطرح لهم سياساته، وانه مع تغيير الدم، وانه يعني يكافئ من اصاب ويعاقب من اخطأ. ده اللي نفهمه وده القانون اذا كنا بنرسي دولة القانون ودولة العدالة. غير كده يبقى انت بتحول كل الناس الى عارف ازاي انهم ياخدوا حقهم بدراعهم. شكرا. تهدر القانون. الناس هتاخد حقها بدراعها. شكرا دكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون، الذي يعني نفى تماما الخبر المتداول عن إقالته من قبل السيد وزير الثقافة، وأكد أن هذا القرار يعني منوط به فقط السيد رئيس الجمهورية طبقا للدستور والقانون. نعود للأستاذ ممدوح إسماعيل، عفوا للمقاطعة معنا. اتفضل.